السلام عليكم، مساكم الله بالخير. طفينا اللمبة، احنا الحين بناخذ طال عمركم الشنطة ونبي نطلع برا. السالفة ما فيها يا جماعة الخير اني نسيت جوازي في دبي. شلون نسيته ما ادري، ليش ما اخذه ما ادري. رحت دخلت وطلعت بالبطاقة وكان معي جوازي، نسيته بالسيفتي بوكس حق الغرفة. وتخيلوا رجعت امس واليوم سفر لماليزيا وجوازي هناك. قسما بالله يا احنا متورطين. الحل انه الكاونتر اللي هنا حق طيران الاتحاد يطلعني لابو ظبي، لانه عندنا في ابو ظبي ترانزيت 7 ساعات، يطلعني لابو ظبي بدون جواز بطاقة، ومن هناك اطلع من ابو ظبي لماليزيا بجواز. بس اهم شيء الان البطاقة يكون معنا نسيت. اي والله. يلا يا حبيبي يلا نضبط الامور. دارت امورنا الحمد لله. عبد الله يلا حيا. طبعا عبد الله الله يجزاه خير هو اللي ساعدنا وزانت الامور الحمد لله بفضل الله وبفضل عبد الله ابو هتان. خلونا نعرفكم على جروب الرحله. اول شيء وليد الكعيد، هلا مرحبا. مشعل بن سعيد، يا مرحبا. يلا حيوا. هلا هلا بالضيافه، نورتونا. باقي اثنين عاد ضايعين ما ندري وين. وصلنا الحمد لله ابو ظبي، عندنا ترانزيت 7 ساعات مع الشباب، فبنقعد نتمشى شوي وبعدها نرجع للمطار ونكمل رحلتنا الى ماليزيا. احد ينتظر بالمطار؟ عمر. رحنا ياسمول طبعا قريب من المطار ب 15 دقيقه. انبسطنا، نبي نتقضى ونصلي، لعبنا الله خير، ناكل بعدين نرجع المطار. هذا مشكله. ابشركم الحمد لله الامور كل مالها تزين. ختمنا وضبطنا الامور ولا عندنا اي مشكله في الجواز. كنا متوقعين انه في مشكله لانه انا دخلت الامارات في البطاقه. صحيح. ولازم اطلع في البطاقه. طلبني بطاقتي. لما جاب يختم على جوازي قال لي انت دخلت في البطاقه؟ قلت له قال اعطيني بطاقتك. اعطيته بطاقتي وخلاص ضبط الامور ودخلني اياها الحمد لله. احنا مسافرين مع طيران الاتحاد، طيران مميز وجميل. وصلنا الحمد لله لانبور. انا نزلت سبقت العيال شوي، الحين اللي بنروح نختم الجوازات وبعدين ناخذ شنطنا. بس مطارهم حلو يفتح النفس. طبعا اول ما نزلت لقيت الشباب الله يعطيهم العافيه في استقبالنا. الله يعافيك. مبتعثين هنا في ماليزيا ويطقطقون في السياحه. وش اول شيء جابوه لنا؟ ابد قهوه وعيون حلوه. يا سلام. الحمد لله على السلامه يا شباب. الله يسلمك ويعافيك. هلا باهل الاحساء كلهم. هلا والله حيهم. احييك. مبسوطين؟ مبسوطين. قول. هنا الحب يا حبيبي. لازم تكسر الروتين. ايس كريم من باسكن روبنز تجيب العافيه. هذه قبل رحله الرياضه بكره. استمتع. يا ريت تظبط الامور علشان بكره تكون جاهز نفسيا وجسديا وعقليا. هيئ نفسك. ايه هيئ نفسك يا حبيبي، هيئ، ليش لا؟ والله خطير. ما شاء الله. بدري طيب. مش على وين التعهد اللي تقول عنه ما اكل؟ هذه مكافأة لأني أردت الإرادة أو بدايتها مكافأة. هنبدأ من اليوم إن شاء الله. الله. وصلنا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والله رطوبة. إن شاء الله. طبعا مثل ما تشوفون هو زي المخيم. يس هو مخيم. وأعطونا هذه المعلومات عشان نسجلها. إذا صار لك شيء نحن من المسؤولية. بكرة وش عندنا؟ بكرة عندنا تسلق جبال. يا سلام. روك كلايمينج. يلا. شباب كلهم جالسين يسجلون معلومات. طبعا اعطانا معلومات على المكان انه ترى في ديبان، في عقارب، في حيوانات، فانتبهوا. ما في امان. هذه الغرف اللي راح نسكن فيها. شوف كيف شكلها؟ ما في مكيفات، ما في شيء. سريرين فوق بعض وهنا سريرين فوق بعض. في ناموسية طبعا على كل سرير عشان الناموس.
ما يجيك دورة المياه. وهنا القبلة حاطين لك اياها. وعيش حياتك مشعل. وينك يا مشعل؟ والله تقول اني في مهاد. النظام هنا في السكن هو اخدم نفسك بنفسك في كل شيء، حتى طريقة التغسيل البدائية، تغسل يدينك، يلا ابو هزار، تغسل حاجاتك، تغسل كوبك، تسوي نفسك، صحنك، رتب سريرك. انتهى يومنا الاول على خير. متعبين مرهقين ما فينا حيل. شوفوا بن سعيد مصفر. يلا اشوفكم ان شاء الله في اليوم الثاني. مع السلامة.